فمشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في هذه النشرة يستعرضها لنا رجاء يوم. شكرا مصطفى، شكرا إيمان. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بإعداد دراسة تشمل تصورا لتخطيط العمريني لمنطقة الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية التي تحظى بها مصر. وخلال الاجتماع تم التأكيد أن محور الضبعة بوصلاته يعد أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي، كونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية، في مقدمتها محور تنمية قناة السويس ومنطقة منخفض القطارة ومثلث التنمية جنوب الصعيد وأيضا المثلث الذهبي للتعدين. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة البورصة أحمد الشيخ، ذلك لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة للتطوير. استهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تعول كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أن رأس المال السوقي للبورصة سجل ارتفاعا كبيرا خلال العام 2023 ليصل إلى مستوى 1.66 تريليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 73.9% عن العام 2022. إلى ذلك، سجلت البورصة المصرية أكبر مكسب سنوي لها منذ العام 2016، حيث استفادت المؤشرات خلال العام بعدد من التحركات الحكومية بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية. وارتفع المؤشر EGX 30 الرئيسي بنحو 70.5% خلال العام، وهو رقم تاريخي غير مسبوق، حيث أظهرت الإحصاءات أن أرباح العام 2023 فاقت كل السنوات السابقة متجاوزة 700 مليار جنيه. وعلى صعيد تداولات اليوم، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية آخر جلسات العام الحالي 2023 على ارتفاعات جماعية مدعومة بعمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية وأيضا المستثمرين الأفراد المصريين، وسط التوقعات بمواصلة المكاسب القوية للسوق خلال العام 2024. بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.7 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 70 مليار جنيه تضمنت سوق السندات وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة بلغت 0.82% لينهي التعاملات عند مستوى 24894 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 0.19% ليصل إلى مستوى 5473 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر
EGX 100، وهو الأوسع نطاقة الذي أضاف نحو 0.34% ليصل إلى مستوى 7880 نقطة. تنضم مصر رسميا غدا لتجمع دول بريكس، حيث يضم التجمع 11 دولة كبرى على رأسها الصين، روسيا، الهند، برازيل، جنوب أفريقيا، يستحوذ على 25% من صادرات العالم. تعد بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، ذلك نظرا للثقل الاقتصادي لدوله. في 24 من أغسطس من هذا العام جاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم بريكس. الإعلان جاء خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة والتي عقدت في جنوب أفريقيا. فاعتباراً من الأول من يناير المقبل تصبح مصر عضواً بشكل رسمي في تجمع بريكس، في خطوة تعد شهادة ثقة في قدرة مصر وفي اقتصادها وتأكيداً لثقلها على المستوى الدولي والإقليمي. بالنظر إلى التجمع وإنجازاته، فإن بريكس أصبح أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظراً للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما يجعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالمي، إذ شكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في بريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، أي ما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والذي يبلغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022. تجمع بريكس بجانب اتساع المساحة الجغرافية لدوله والتي تشكل مجتمعة نحو 26% من مساحة العالم، يمتلك أيضاً نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي، الذي يبلغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقاً عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج ومن حيث التوزيع والاستهلاك. إذن ماذا ستستفيد مصر من الانضمام لبريكس؟ التكتل يستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار، وهو ما سيخفف الضغط على النقد الأجنبي في مصر، الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية. فضلاً عن أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، خاصة مشروعات البنية التحتية. لا شك أن انضمام مصر لبريكس تحمل العديد من الأبعاد، كما يعد أيضاً تأكيداً على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر والدول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى الزملاء إيمان ومصطفى، فإليكم. شكرا لك رباي.